الحلقه اللي فاتت يوم السبت اللي كان تابعنا كنا استضفنا ابطال النادي الاهلي في الووتر بولو، وازاي استطاعوا ان هم ياخدوا بطوله الجمهوريه بعد الموسم الثاني على التوالي، او الدوري الموسم الثاني على التوالي والكاس. وشفنا قد ايه طبعا كابتن وليد عزت رئيس جهاز او مدير فني كره الماء والجهد المبذول، وكان معانا مداخله مع كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء، واتكلم عن بطوله مهمه لو هي بطوله القاهره الشتويه لاعمار سنيه مختلفه 11 و12 و13 و14. الحقيقه النادي الاهلي استطاع انه يفوز بهذه البطوله، والبطوله الحقيقه اتلعبت على حمامات سباحه استاد القاهره. طبعا بيبقى عدد كبير جدا من السباحين الناشئين من النادي الاهلي والناشئات، فده طبعا انجاز كبير بيطمننا على السباحه جوه النادي الاهلي، وده طبعا نجاح كبير يضاف لقطاع السباحه والعاب الماء، واللي بيترأسه زي ما قلت لحضراتكم الكابتن الكبير كابتن وائل عزت. كاميرا الابطال او كاميرا قناه النادي الاهلي كانت موجوده في قلب البطوله، صورنا التقرير ده مع اللاعبين والاجهزه الفنيه، خلينا نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. انا اسمي نور محمد، عندي 15 سنه، بلعب في النادي الاهلي بقالي حوالي سنه ونص، واخده البطوله العربيه، وواخده كاسات كاس حسن سباح وكاس حسن رقم في بطولات الجمهوريه وكاس مصر. بلعب سباحه من وانا صغيره وانا بحب السباحه قوي. يسرى محمد اسماعيل، بلعب في سن 2010، مشتركه في نادي الاهلي لسه جايه من قريب. اخر بطوله نزلتها كانت بطوله القاهره، واخدت في ال 50 وال 100 حره اول، وفي ال 200 حره تاني، و 100 بريست رابع، وال 50 بريست ما عملتش كويس قوي. انا عائشه ياسر، وبلعب في فرقه الاهلي العمومي، ونزلت بطولات مع الاهلي، بطولتين قاهره وبطولتين جمهوريه. التشالنج كان صعب مع ان ناس كثيره كانت بتحسن وكده، وما كانش في وقت كتير قوي ان انا احسن، عشان بطوله القاهره كانت قبل بطوله الجمهوريه بشهر، فما لحقتش اعوم كتير، بس عملت اللي عليا وحاولت وربنا كرمني وكل ده. ان شاء الله في كاس مصر في اسكندريه، وان شاء الله احاول اعمل اللي عليا وكده واحقق لنفسي فيه. زي جمال عشي، 13 سنه، انا 2010. انا كان اخر ثلاث بطولات خدتهم كان بطوله القاهره 2023 اللي كانت في شهر 7، وبطوله الجمهوريه في شهر 11، والبطوله اللي فاتت كانت القاهره برضه. صفية احمد خليفه، 14 سنه، بلعب في النادي 7 سنين، كانوا 7 بطولات، كانوا القاهره وجمهوريه. الاسهل بطوله اللي هي كانت اللي فاتت، والسبب اللي عايزه اكسبه طبعا عايزه احطم في 800، وعايزه اكسب المية حره. نور محمد احمد، سني 14 سنه، وبقالي بلعب في النادي لمده 8 سنين. البطولات اللي خدتها مع النادي الاهلي، البطوله اللي فاتت كانت بطوله القاهره الشتويه، وكان في بطولات تانية جمهوريه صيفيه وشتويه، وبرده قاهره صيفيه وشتويه. اصعب سباق بالنسبه لي كان في يوم ال 200 بريست، صعب عشان تقسيمته والعومه والنفس وبرده الحماس والكلام ده. التالق احمد حمدي، عندي 14 سنه، بلعب في نادي الاهلي بقالي 5 سنين او 6 سنين. كانوا 7 بطولات، اخر بطوله كانت بطوله القاهره، والجمهوريه اللي قبلها ما نزلتهاش عشان كنت مصابه، وكان القاهره اللي قبلها نزلتها. اصعب سبق بالنسبه لي كان ال 100 دولفين وال 100 حره، لان انا مصابه في كتفي يعني بقالي سنه، فيعني كان بالنسبه لي ان ال 100 دي حاجه سبق تقيل يعني. انا اسمي شذا اسلام، عندي 14 سنه، بلعب في النادي بقالي 8 سنين. انا خدت حوالي 10 بطولات، بطولات قاهره وبطولات جمهوريه، وقاهره كتير بقى وجمهوريه كتير. اصعب سبق كانت البطوله اللي فاتت اللي هي القاهره، كانت ال 400 متنوع. انا مريم محمد امام، عندي 12 سنه، لعبت النادي الاهلي، بقالي 9 سنين بلعب سباحه. وانا هنا كنت بلعب هنا في حمام صغير وانا عندي سنتين، لغايه الحمد لله دلوقتي بقى عندي 12 سنه. اخدت سباق 100 صدر و50 صدر و200 صدر اول، وفي الجمهوريه وفي القاهره. اسمي فرح احمد، وبلعب في الاهلي بقالي 8 سنين وعندي 12 سنه. اخدت بطوله القاهره شتويه، بطوله القاهره صيفيه، وبطوله الجمهوريه. انا اسمي سولين وسام، وعندي 11 سنه، وبلعب في النادي بقالي 3 سنين. البطولات اللي لعبتها مع النادي بطوله القاهره الشتويه. اسمي خديجه وائل، عندي 12 سنه، بلعب في النادي الاهلي بقالي 8 سنين، دخلت القاهره الشتويه والقاهره الصيفيه والجمهوريه. اسمي عمر احمد، عندي 12 سنه، بلعب بقالي 8 سنين في الاهلي. البطولات اللي خدتها بطوله قاهره شتويه، بطوله القاهره صيفيه، وبطوله الجمهوريه. انا اسمي ياسين امام، عندي 14 سنه، بلعب في الاهلي بقالي 3 سنين. البطولات اللي خدتها مع النادي الاهلي كانت اخر بطوله خدت فيها 2 ذهب و3 فضه.
والبطوله اللي قبليها خدت فيها في الجمهوريه برونز، واحده برونز واحده فضه. احمد محمد، عندي 14 سنه، بقالي 10 سنين بلعب في الاهلي. كانوا 4، 2 قاهره و2 جمهوريه. اسمي محمد عمرو، بقالي سنتين بلعب في الاهلي 13 سنه. بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه اللي فاتت، بطوله الجمهوريه اللي جايه عشان بعد ممكن اطلع ان شاء الله وابقى اتصعد للمنتخب. يعني الحقيقه الواحد سعيد بالريبورت ده جدا، طبعا سباحه النادي الاهلي، وبنشوف الاطفال واللي بقاله 8 سنين واللي بقاله 10 سنين واللي بقاله سنتين ثلاثه، كلهم بيتكلموا على البطولات الحقيقه، وده شيء بيتزرع الحقيقه جوه النادي الاهلي. يعني شفنا خديجه وائل، ده طبعا انا اعرفها، ويعني بنت متميزه جدا زي كل اللي شفناهم. الحقيقه هو ده النادي الاهلي، سواء على مستوى كره القدم او المستوى اللعبات الاخرى، بتزرع جوه الولاد الصغيرين يعني ايه بطوله ويعني ايه نادي الاهلي. الحقيقه كان تقرير اكتر من رائع.